من المعروف للجميع أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يعد من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان، والتي يترتب عليها مشاكل عديدة. لذا من المهم جدا إبقاء مستوى الكوليسترول في الدم عند الحد المعقول لتلافي العديد من المشاكل الصحية. فإذا كنت ممن يتبعون أسلوب حياة غير صحي، بحيث أنك تعشق الأطعمة الدسمة والمليئة بالسكريات ولا تمارس أي نوع من الرياضة، فإنك ستصبح أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول في الدم. والكوليسترول عبارة عن مادة لينة أشبه بالشمع موجودة في خلايا الدم، ولها عدة فوائد مثل إنتاج أغذية الخلايا وتحفيز الجسم على إنتاج بعض الهرمونات، كما أنها تساعد الجسم في امتصاص فيتامين د. إلا أنه إذا زادت نسبة هذه المادة في الجسم، فإنها تبدأ في التراكم في الشرايين، وبالتالي تمنع تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الهامة كالقلب مثلا، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. لذلك من أفضل وأسرع الوصفات المنزلية التي تكون مفيدة وفعالة في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم بدون أدوية يكون بمشروب مطحون بذور البطيخ. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا. شاهد هذا الفيديو حتى النهاية وشاركه مع أصدقائك ليستفيد الجميع. بذور البطيخ لعلاج الكوليسترول. بذور البطيخ مصدر مهم لفيتامين ب بأنواعه المختلفة. البطيخ وبذور البطيخ تحتوي على الليكوبين، وهي صبغة من الكاروتين تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وخصوصا مستويات الـ LDL، وبالتالي منع انسداد الشرايين وأمراض القلب، مع تعزيز الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، الدهون الموجودة في بذور البطيخ هي الدهون الأحادية الغير مشبعة ودهون غير مشبعة. ووفقا للدراسات العلمية الحديثة، فإن تلك الدهون تساعد في خفض مستوى الكوليسترول بالدم، كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. بذور البطيخ تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن الضرورية لجسم الإنسان، والتي تتركز في قشور البذور بنسبة أكبر، حيث يحتوي كل 100 جرام من بذور البطيخ على 139% من المغنيسيوم، مما يمد الجسم بالكمية اليومية الموصى بها. ومن المعروف أهمية المغنيسيوم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتخليق البروتين. لذلك يمكن تناول بذور البطيخ بانتظام للمساعدة على خفض مستويات الـ LDL وأيضا تدفق الدم بشكل سليم في الجسم. ولكن اليوم سوف نستخدم وصفة بذور البطيخ للتخلص من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم ولسهولة توفرها في الأسواق على مدار العام. المكونات: بذور البطيخ بالإضافة إلى كوب من الماء. الطريقة: نأخذ بعضا من بذور البطيخ ونجففها في الشمس لعدة ساعات، ثم تحميصها ووضعها في المطحنة للحصول على مسحوق ناعم. نضع ملعقة صغيرة من مسحوق بذور البطيخ المطحون في كوب من الماء العادي، ثم يحرك جيدا ويشرب يوميا دفعة واحدة، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. هذا المشروب يشرب مرة واحدة يوميا ولمدة 3 أيام للحصول على علاج سريع وفعال لارتفاع الكوليسترول في الدم. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.